مش الحكومة هي اللي تضع اللوائح الأساسية. فالحقيقة يعني رحمه الله كان مثالا فعلا للإنسان الكفء النزيه المخلص الوطني فعلا. خلينا ننتقل لملف مهم، ملف هو الساعة الآن أو الحديث العالم مش مصر بس، الأهلي ريال مدريد. حضرتك تابعت الأول ماتشات الأهلي ولا لا؟ تابعت الحقيقة ماتشات الأهلي طبعا بصعوبة شديدة الحقيقة، يعني لأن ما كانش عندي يعني عارف، إنما على التليفون بشوف شوية وبتروح شوية. تبقى سعيد؟ والله ببقى سعيد جدا 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 جدا. وانت احنا كنا يعني في المؤتمر، كنا امبارح في المؤتمر الصحفي كل شويه عايزين بالظبط، وكنت في المؤتمر الصحفي بتاع المنتدى شباب العالم النسخه الخامسه. وبعدين بعد ما خلص وانا في العربيه فتحت لقيت ان الهاف تايم الاولاني شغال والمذيع بيتكلم انه الاهلي مش في احسن حالاته الشوط الاولاني. وبعدين على ما الشوط الاولاني خلص وبعدين الفترة استراحه وصلت البيت قدرت الحقيقه اجيب وتابعت الشوط الثاني بالكامل يعني. فكنت سعيد جدا بفوز النادي الاهلي، واكيد مصر كلها كانت سعيده. ريال مدريد والاهلي، اتكلم على بطل قرن في اوروبا، بطل قرن في افريقيا. الصحف الاسبانيه من امبارح بتتكلم على ماركه تحديدا عنوانها بيتكلم مانشستر الرئيسي ملك افريقيا، ريال مدريد هيقابل ملك افريقيا. الحقيقه النادي الاهلي الحقيقه يعني باشتراكه في يعني كاس عالم الانديه الحقيقه هو بيحقق يعني بعض المزايا الكبيره اللي يمكن احنا مش واخدين منها دلوقتي. احنا بنتكلم على ماتش ريال مدريد، لكن الحقيقه الاهلي الحقيقه على المستوى الفني طبعا اللعيبه بتاخد خبرات كبيره جدا في هذا المحفل الدولي وامام الجماهير الكبيره ديت، وبيلعب مع مدارس كرويه مختلفه سواء من نيوزيلندا من امريكا مع اسبانيا. الحقيقه دي ميزه فنيه كبيره، لكن كمان الميزه الماديه ما ننكرهاش. ان شاء الله النادي الاهلي هيحقق دخل كويس من الاشتراك في البطوله، لكن الاهم هو ده بقى اللي بيتبني وبيتراكم هو التسويق والرعايه. اسم النادي الاهلي النهارده بالاشتراك في الحاجات دي، الرعاه لما يجوا هيدفعوا مبالغ اكتر، تسويقه هيبقى احسن، البث التلفزيوني هيبقى مقداره اعلى، حب بعض اللاعبين في الدول المختلفة انها تنتقل وتيجي تلعب في النادي الاهلي، فممكن يتنازلوا عن بعض الشروط عشان يجي يلعب في النادي الاهلي، او بعض النجوم الموجودين عنده هيتمسكوا اكتر بالنادي الاهلي حتى لو جالهم عروض يعني. فكل دي مزايا بتتكون من الاشتراك النادي الاهلي في البطولات الكبيرة ديت واشتراكه في المحافل الدولية. لكن طبعا مباراة ريال مدريد خلينا نقول علميا ريال مدريد هي الاقوى، هي المرشح للفوز بالمباراة، لكن الكرة فيها كل حاجة، ولو النادي الأهلي أدى بإخلاص ممكن كل حاجة تحصل. شفنا في كأس العالم الأخير السعودية كسبت الأرجنتين، اليابان كسبت ألمانيا، المغرب وصلت للنهائي كأس العالم. النادي الأهلي هيتمتع بدعم جماهير المغرب الشقيق يعني في المباراة. الفريق عنده روح معنوية عالية لأنه حقق انتصارين متتاليين لم يدخل فيه أهداف، فأتمنى إن شاء الله إن الأهلي يأدي مباراة جيدة وربنا يكرمه ويوفقه ويفوز بالمباراة، هيبقى حاجة جميلة جدا. كوزير